عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين مولاتنا الزهراء سلام الله عليها. نسأل الله تعالى بحق مولاتنا الزهراء أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يقضي حوائجنا وإياكم، ويشافي ويعافي جميع المرضى. نقرأ بعض الأبيات في رثاء مولاتنا الزهراء، وإن شاء الله الحوائج مقضية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على يا زهرة. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال إي وعزتي الجبار، وما على الزهراء من خمار، لكنها يا لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها يا عصروها يا عصري كادت بنفسي أن تموت حسرا. نادت أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. فأسقطت بنت الهدى يا وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى، فاكتسبوا بالنار غير العار، ومن ورائه عذاب النار. ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا، فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء، وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. ومن سوايا دمتنها اسود الفضاء، يا ساعد الله الإمام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها،
ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار وفي جبين المجد ما يدمي الحشا وهل لهم إخفاء الأمر قيد فشا أويلي أويلي على الكسرة وضلعها والله ضلعها أو يدمى يجري دمعها لعد دارها الظالم تبعها ورا الباب تحجي من سمعها توجع على الباب أو دفعها ونبت البسمار بضلعها هي ونبت البسمار هاي يا 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 عارف ضليع هي ما زالت سيدتي فاطمة الزهراء روحي فداها بعد أبيها رسول الله معصبة الرأس ناحلة الجسم مكسورة الظيل منهدة الروك مسودة الميت محمرة العين يخشى عليها ساعة بعد ساعة يا عيني بجي ودمعج خليه الدم على الزهرة وضلعها اللي تهشي والله تهشي مقبعت بالهضيم خلاف أبوها أو حتى من البج عليه منعوه تعنوا دارها وبيها عصروه لما انطق الضلع منها وتهشي هيا لما انطق الضلع منها هيا تهشم يا نصايب انا ضلع ليش بالبسمار يا نصايب وعلي الحزن واجب دوم ينصاب ينصاب لو انضمي على الايام ينصاب مثل سود الليالي غدت هي 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 مثل سود الليالي غدت هي بيت الدعاء لقضاء الحوائج وشفاء المرضى حملا يا علي علي الرجز شن اليوم حملا يفجعني وما حد من القوم والله حمى إلي حملا يكسر ضلع وسقط عالقاع حملا يا على داري غدت نار سرية هي وعلى داري غديت ناري هي سري بيتين لقضاء الحوائج وشفاء المرضى إن شاء الله مقضي الحوائج ويشافي ويعافي جميع المرضى في جميع بقاع الأرض تواسيني وين ما تكون قاعد بأي مكان أنت ومكانك تواسي الزهراء وتلطم صدرك يا حي قولي مقلتي تهمي الدموع على من ري يضرب منها ظلوعا ما ظلومه أمي الحسن ما ظلومه أمي الحسن ما ظلومه يا زهرة أمي الحسن يا زهرة أمي الحسن
يا ري الضلوع فاطمة جهارا ويدخل بيتها حطبا ونارا عجبت لمن إذا شهد المغارة يفر ويحرق البيت الرفيع يا مظلومة أمي الحسن مظلوم يا زهراء أمروتك يا سيدتي أي مظلومة ما يظلوم هي الزهراء يا فاطمة البتول ومن أوصى بنحلتها الرسول أيخصبها يا ولا أحد يقول أيخصبها يا ولا أحد يقول أسأت ببضعة الهادي صنيعة مظلومة أمي الحسن أم الحسن إيه مظلومة تقضي حوائجكم إن شاء الله اي لقد حكموا بليل او نهار بكاها لا يتقر بلا قرار فكيف قرايا رها والحكم جاري عليها وهي لم تطق الهجوع يا مظلومة أمي الحسن مظلومة أي مظلومة أمي الحسن أي لقد هجموا عليها وهي حسرى وقادوا بعلها بالحب لقهرى وألقوا حيم لها بغضا وكفرا قضيت وفؤادها يضحى مروعايا مظلومة أمي الحسن مظلومة نظرة يا مولاتي يا فاطمة الزهراء مظلومة اي مظلومة اي فمذ قادوا عليا بالنجاد عدت من خلفه والحزن بادي الا خلوا ابن عمي او انادي أو أكشفوا للدعاء رأسين وجيعا فما ليت
فمالت دونها فغدا عليها يا بضرب منه سود منكبيها يا وأودع حمرتين في مقلتيها وقرطاها به انتثرت جميعا يا ريت يا بويا القوم بعدك علي يا ريت يا ريت ودمعتي مثل جرح الصدور يا ريت يا ريت يا من وصيتهم بالبضع والله يا ريت تجي تشوف وش جرى منهم علي يا تجي تشوف وش جرى منهم علي إنا لله وإنا إليه راجعون.